وتنضم إلينا من عمان مراسلة الغردام الكردي دام بعد التوقيع على 14 اتفاقية بين رئيس الوزراء الكويتي والأردني، ما المتبقي في جدول أعمال الزيارة؟ نعم داليا، انتهى توقيع 14 أو 15 اتفاقية ما بين الأردن والكويت، تتضمن التعاون في مجالات عدة، ولعل أبرزها منح الأردن 6 ملايين دولار لإقامة مدرستين أساسيتين، بالإضافة إلى اتفاقية سيتم توقيعها من أجل جدولة الديون ما بين الأردن والكويت، الأمر الذي سيسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على الاقتصاد الأردني. الآن سيتحرك رئيس الوزراء الكويتي للقاء الملك عبد الله الثاني، وأيضا سيكون في الساعة 4 عصرا افتتاح مقر السفارة الكويتية بعمان، بالإضافة إلى عشاء عمل يضم رئيس الوزراء الكويتي ورئيس الوزراء الأردني. كما سيغادر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح غدا صباحا أرض الأردن. شكرا لك دامة الكردي مراسلتنا من عمان.